دي ده ده احدث حاجه بتشتغلوا عليها. احنا طبعا المناطق الصناعيه او المجمعات الصناعيه. مجمعات الصناعيه ده توجيه من الرئيس بان احنا نشتغل على 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهوريه. 13 مجمع صناعي يعني تقريبا 4500 مصنع تقريبا يعني. هايل. وموجودين في عده محافظات. كلهم مخصصين لاصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه. كلهم ال 4000 وشويه مصنع اللي حضرتك قلتيه. بالظبط. ودول حضرتك اللي بيقوم دول من خلال هيئه التنميه الصناعيه واللي بيقوم على اقامتهم وتنفيذهم الهيئه الهندسيه. ايوه. احنا ابتدينا ان احنا يعني عملنا اكتر من لقاء. المصانع دي فندم ليها علاقه بايه؟ اي نوع من على انشطه كتير، في انشطه كتير، في حضرتك انشطه صناعات معدنيه. معدنية. في صناعات نسيجية. في صناعات بتروكيماويات. هل في تجديد لمصانع ولا دي لا لا حاجة كلها جديدة مصانع خالص. جديدة كلها مصانع جديدة. في أنشطة متنوعة، في صناعات حرفية، في مسبوكات برضو بالإضافة للمجمعات الصناعية دي. احنا برضو بنحاول ان احنا نشتغل برضو على ثلاث مناطق استثمارية. برضو دكتورة ساحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار بتشتغل عليهم بحيث ان احنا نعرف نتيح برضو بعض الوحدات لاصحاب المشروعات. في يعني ايه برضو مناطق استثماريه؟ مناطق صناعيه برضو. أيوة. بس مناطق استثماريه تبع وزاره التعاون الدولي. تمام. وزاره الاستثمار والتعاون الدولي. في منطقه في مدينه غمر، في منطقه في طريق بنها الحر، في منطقه في الصف في الجيزه. منطقة الصف في الجيزة دي بالأخص برضو مختصة كلها بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأن ليها علاقة بالصناعات الحرفية والصناعات التراثية. فدي هتبقى بصراحة يعني كلها حاجات متميزة جدا. مفيش يعني كل التيسيرات هنحاول ان احنا نقدمها للمواطنين وللشباب وللمرأة بحيث ان هم فعلا انه يعمل ايه؟ انه يشتغل في المصنع؟ لا مش يشتغل، يبقى صاحب مصنع. يبقى صاحب ده اللي محتاجين نوضحه. هيبقى صاحب مصنع. صاحب مصنع يشتغل في مصنع. وفي نفس الوقت صاحب المصنع حضرتك هيستعين بعماله، فهو في جميع الاحوال هيبقى من خلال اقامه المجمعات دي توفير فرص عمل. تمام. يعني صاحب مصنع. نعم. ما هو اللي هيبقى صاحب مصنع هيحتاج عماله. يعني اقصد وطبيعي ان العماله بيحتاجها. ده جوه المشروعات المتوسطه. والصغير. والصغير يعني والصف فيها متناهية الصغر كمان. أنا كمواطن ممكن أجي لحضرتك عشان أخد مصنع؟ إن شاء الله. يا هياخد يتملك المصنع أو هيتاح له بحق انتفاع وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع هيئة التنمية الصناعية. تمام. هي اللي هتخصص المصانع دي للمواطنين. أيوه. وفقا للأنشطة اللي احنا مخصصينها لكل مجمع. أيوه. وبعد كده هيحتاج آلات ومعدات وهيحتاج رأس مال عام. فإحنا كجهاز هنوفر له الآلات والمعدات ورأس المال العام. البداية